يا رب أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. أنت ما بتنقل الخمر عارف إن ده هيشربها. اللي بيشربها ده واحد من اتنين، إما ديني بيقول لي مالكش دخل بيه اللي هو على غير ديني، بيقول لي هو حر هو وشأنه وهو ودينه، اذا لست مسؤول عنه. الامر الثاني اللي هو الاجنبي السايح يعني. الامر الثاني مسلم عاصي، معصيته لله ولا انا اللي خدته يعصي؟ لا لله، معصيته لله. طيب معصيته لله قبل للتوبة ولا مش قبلها؟ قبل. ولا نقفل باب التوبة؟ لا قبل. اذا خلي الانسان يتحمل مسؤوليه نفسه، ونشيل كلمة الوصاية ان انا السبب في انه شرب. انا مش السبب ولا اللي حملها السبب، هو السبب وسيتحمل مسؤولية نفسه. باب التوبة مفتوح، والحديث اللي احنا حافظينه عن ظهر قلب حاملها وبائعها رواه احمد، ما قلت لك حديث رواه احمد، لوعة الخمر على 10 اوجه، لعينها ولشاربها ومحمولة اليه وبائعها وبتاعها. قال كلهم بيصبوا في واحد في الشارب. اجعل لمن نشر هذا المقطع من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسب.